الحكي اللي قاعد يصير شوي مستفز، مش بس هون يعني، في حتى على الفضاء العام. أول شيء بدي أحكي، الفقر بشع، الفقر بشع جدا، هو سبب المصائب، سواء كان الفقر اللي منعها تطلق لأنه ما معها مصاري تتطلق، الفقر اللي خلى جوزها يصير مجرم لأنه راتبه أقل من حد الأدنى للأجور، الفقر اللي منع أهلها يحتضنوها يحتضنوا أولادها لأنه مش قادرين يلموهم، الفقر اللي خلي كثير من سيدات بالأردن على مستوى المملكة كاملة تسكت وتضطر تسكت، تنضرب وتنهان وتنمنع من أدنى يعني أدنى الحقوق كإنسانة. يعني في ستات مش إنه يعني مش كلنا قويات نيفين نقدر ندافع ونحكي، مش كلنا قويات متحكمات اقتصادياً ومتمكنات اقتصادياً. لا 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 مش كلنا وجزئية جزئية المجتمع المدني، أنا بتفق معك بجزئية، أنا جزء من مؤسسات المجتمع المدني وبعرف بالضبط شو وين الخلل. الخلل إنه في زي ما الحكومة مرات تكون منفصلة عن الواقع بينها وبينها بالمواطنين، في انفصال عن الواقع بين مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين خارج العاصمة وفي والأماكن المهمة والأماكن المهمشة وعمان الشرقية وغيرها، بيفكروا إنه حتى لما يناقشوا قضايا المرأة بيناقشوها بالشوكة والسكين، أو حتى قضايا الشباب والمهمشين والفقر. يعني فكرة إنه أنا أنزل على مستوى الناس مش فكرة إني أنا أتسطح، ولا فكرة إني أنا أحكي بأشياء تافهة، فكرة إني أفهم بالضبط شو عمالهم بيعانوا، فكرة إني أفهم إنه 13 سنة ساكتة فعلاً بتصير 13 سنة ساكتة. ليش ساكتة 13 سنة؟ لأنه في كتير يعني بس هذا لا يعني إنه ما في قانون يحميها، لا هي لا ما لجأت للقانون. خلينا أحكي، حكينا في البداية بس لا أنا هاي جزئية لأنه هاي صار عليها خلاف. القانون موجود، أنا دائماً بحكي النصوص القانونية في الأردن يعني موجودة ومنيحة، لكن المشكلة في المجتمع. يا عمي ما في دوائر، ما في دوائر حماية للشباب وللصبايا. هلا فكرة إنه البنت اللي تغتصب والولد اللي بيغتصب، ما هم اثنين ضحية زي ما حكى الأستاذ درومان، يعني قضية جدا مؤلمة. شاب صغير يخطفوه ثلاثة يخطفوه وبيغتصب وحاول يقلع عيونه وعادي، الزلمة اللي دار على زيت مغلي على مرته وهي نايمة بالتخت عادي، ما حدش حكى فيها. فكرة إنه احنا مش هيك، بس هي متقابلة. لا لا يعني في كمان السيد اللي قطعت جوزها راس عصفور، هاي كان عندها رواق. خليني احكي لك جريمة موجودة شنيعة. خليني احكي لك شغلة، هلا نسبة الرجال اللي يتعرضوا لعنف من السيدات، هلا في رجال يتعرضوا لعنف بس كمان بيحكوا كمان الرجال عندهم ثقافة العيب. بس نسبة هذول النسبة، كم نسبتهم للنساء؟ احنا اللي في بنات ممكن يقرر فجأة انه هي ما تروح على الجامعة، اخوها اللي عمره 6 سنين مش ابوها ولا جوزها، ممكن هلا اخوها يقرر انه انت خلص. هذه حقيقه، وهذا حقيقه. يعني انا بعرف انه واحده جابت 92% وما درست جامعه، ما درست جامعه، بس مشكله مجتمعيه يعني واضح. احنا بنحكي احنا هي المشكله، مشكله مجتمع، والمجتمع الاردني مش زي ما بيحكي انه داعم للنساء، المجتمع الاردني مناهض لحقوق النساء طبعاً. لانه اذا انت ذكريه المجتمع هي اللي بتخلي انه يشعروا دائما بالتهديد. انا هون بختلف وهذا اللي دقيقه انت لا بختلف معك دقيقه. خلينا من الخمسينات كانوا العشائر الاردنيه ينادوا العشيره باسم اولاد خضراء اولاد صيت واخوان صيت، طول عمرنا بنفتخر بالسيده الاردنيه. ما تزود عشائر، لا 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 بس بحكي لك العشائر كنت تتنادى باسم المراه، والمراه في ذات الوقت كانت ممنوعه من حقها بالانتخاب. شباب لا لا خليني بس عادي، هي حطينا لها كوتا. هذا خليني رومان السيده لا تطلع السيده. المجتمع الاردني عشائره والمنظومه الدينيه المتنوعه داعمه، بس قبل ما تدخلها شوائب، هاي الشوائب دمرت كل المنظومات الأخلاقية اللي أنت ممكن تنادي فيها وتعتد فيها. إحنا الآن أمام تحدي كبير أمام المجتمع الأردني إنه يرجع يحس عن جد بأبنائه رجالا ونساء.